البداية ستكون بشان الأمن، أين تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيد عمار في ولاية عنابة من تفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة الحية في دائرة عين الباردة؟ الشبكة متكونة من شخصين في العقد الرابع، وأسفرت هذه العملية عن حج 3 كيلوغرامات من مادة الزئبق الموجهة لصناعة المتفجرات، بالإضافة إلى حوالي 30 كيلوغرام من مادة البارود وكميات كبيرة من الخراطيش الفارغة من مختلف العيارات، بالإضافة وأيضا 7 كيلوغرامات من مادة الرصاص مع مواد أخرى محظورة تستعمل في صناعة الذخيرة والمتفجرات. ميكروفون عبد الناصر كلال. تم تفكيك هذه الورشة على مستوى دائرة الباردة، وعلى قامة المحققين الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باستصدار أمر بتفتيش منازل المشبوهين، أين تم العثور على عدة مواد تدخل في صناعة الذخيرة. هذه الورشة بدون سند قانوني، حوالي 30 غرام من مادة البارود، مقذوفات مخروطية ومقذوفات دائرية، كما تم حجز عوازل بلاستيكية وخراطيش فارغة وخراطيش معدة للاستعمال.